أرح فؤادك من هم الوجودات وارجع إلى الله عن ماض وعن آت واستغفر الله من ذنب وقعت به فالله بالفضل ماحٍ للخطيئات. فالتسمية بسورة النمل انه ايها العرب ستتولون اقامة الدولة السماوية وتجعلون نموذجا للحكم السماوي على الارض. فمن قوانين مملكة السماء على الارض ان يكون العدل والاحسان، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فأن تطأ نملة وتحطمها بعلم وشعور منك، فالقرآن يحذر من ذلك. فإذا النملة حقوقها محفوظة، فعمتك وأختك وجارك وشريكك وأجيرك وهلي أضعف منك، وإذا كنت ضابط الجندي وإذا كنت قاضي الفقير أو الضعيف أو الغني أو الفقير. فإذا القرآن وسمى السورة كلها بسورة النمل، يعني أيها المسلم احذر من الظلم ولو أن تظلم نملة. فسورة النمل بمعنى بتعبير آخر سورة العدل، سورة حفظ الحقوق، سورة الإحسان إلى كل الخلق. فتسميتها لسليمان في سورة الأنبياء. الأنبياء ما في حاجة لتشريفهم بالكلمات، مقام محفوظ في الأرض وفي القلوب وفي السماء. ولذلك يقول بعض الحكماء والأولياء البر هو من لا يؤذي الذر. الذر النملة الصغيرة الحمراء. وفي حديث ورد بأن نبيا من الأنبياء كان نائما وإلى جانبه قرية نمل فقرصته نملة، فقرصته نملة، فلما استيقظ قام فأحرق قرية النمل، عش النمل كله، جاب له زيت كاس، شيء من المحروقات وشعل. فأوحى الله إليه معاتبا: قرصتك نملة فهل لا نملة؟ الجاني عليك نملة، لازم تعاقب الجاني، والجاني ما له علامة مميزة عن بقية النمل، يعني لا جازي ولا نملة. هذا الإسلام يا ابني، هكذا فهم المسلمون في زمن رسول الله. فقاموا بالعدل بين الشعوب. لما الشعوب رأت ذلك، رأت هذا العدل، هذا ما عدل الأرض، هذا عدل السماء. لذلك تركوا كنائسهم ورهبانهم وخاخاماتهم وكنوسهم ومجوسيتهم ودخلوا في الإسلام، دخلوا في العدالة العامة، في الإنسانية العامة، دخلوا في العلم، في الحكمة، في الأخلاق، في الملائكية.